الإيمان والثقة سورة القرآن الكريم سورة الإخلاص. بس حياتك كاملة بعامل واحد عامل الإخلاص. تصور إنك أنت ماخذ شهادة ومش محترم الشهادة اللي تأهلت إنك تشتغل فيها. وكل مصدر رزقك واقف على عدم إخلاصك، يعني مش مبالي بدوب الحرام للأسف الشديد. ومش رايحين نحولها إحنا لخطبة الجمعة اليوم، لأنه اليوم السبت، راحت علي امبارح وما زبطتش. لو بعرف كان طلبت المشايخ أجي خطبة الجمعة. إذا إحنا من هون بدنا نطلع إن شاء الله حاملين رسالة، وخصوصا اللي بنشوفوا بحالهم دور ريادي وقيادي في أماكن العمل. ومش عفوا وجودكم معنا هون إلا لأنكم حبيتوا تأخذوا على حالكم مسؤولية إنكم حقا وصدقا. ما حداش بترك بيته يوم السبت وهو متريح ومبسوط ولازم يكون غدا مع دار عمه أو عشاء عند دار أهله أو كذا، وأجل عنا يشاركنا في هذا اللقاء الطيب. الحقيقة أنا نزلت عليكم الأول، أما أعذروني خلينا نبدأ من الوزارة بالبداية وبعدين بنكمل كل واحد بالحق ودور، كل واحد فينا بالحق ودور. إذا أجينا بدنا نقول إنه إحنا عايشين في دولة اللي مهيئة للعمال كل ظروف الأمان، الجواب لا. هن يمكن شوي باخذوها إنه شو مهيئة، يعني العامل اللي يصاب فيه له تعويضات. طب أخليه لا يصاب ويظل ينتج ولا تقاعد عنده كثير سنين لل 67 ولا لا؟ احفظ لي سلامته أنا لك، إلا خليه يظل ينتج، ظل يعطي، مش يتحول لحمل على هذا الصندوق اللي اسمه صندوق تأمين وطني. ومن هذا المنطلق احنا قدرنا نحصل هذا المشروع عن طريق تأمين وطني، هي له تمويل اللي نصل كلمتنا للأماكن المطلوبة. الوزارة للأسف الشديد في دولة إسرائيل اللي هي قوانين الأمان هي قوانين فيها مساواة تامة. يعني ما بنقدر نيجي اليوم كعرب اللي منعاني، ما بنقدر كعرب اللي منعاني من قوانين ليبرمانية ونقول إنه قوانين الأمان هي مجحفة بحقنا، بل بالعكس قوانين الأمان يمكن أكثر قانون اللي بلزم الدولة اتجاه العامل، سواء كان حتى لو كان عامل أجنبي ما كانش عامل إسرائيلي. فالقانون شلبي ليه؟ بس التطبيق